يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أبدأ في طلب العلم وعمري الآن 22 سنة، فما نصيحتكم لي ومن أين ومن أي علم أبدأ؟ أبدأ بالأسهل فالأسهل، المختصرات والمدرس الذي تريد أن تطلب العلم على يده وعنده هو الذي يوجهك إلى المختصرات والكتب التي تبدأ بها. أما أنك تبدأ على نفسك تقرأ الكتب على نفسك هذا لا يصلح، ليس هذا هو طلب العلم، وهذا يضر أكثر مما ينفع. نعم.